متابعين مجال الترحيب بضيف اللي منورني كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي الاسبق ونجم منتخبنا الوطني. مش عارف عايز اروح معاك تاني لحديث الذكريات، مستمتع جدا معاك كابتن ماهر بحديث الذكريات. عايز اروح معاك لبطوله كوتوكو لانه الاهلاويه بيحتفلوا النهارده بذكرى التاسعه والقضيه ممكن وقلبين الدنيا على السوشيال ميديا، لكن انا عايز احتفل معاك انت بذكرى البطوله الاولى لان دي كانت هي اصعب بطوله من وجهه نظري. الاهلي كان بعيد عن البطولات ولما شارك اول مره خسر من ارس افعوك وخسر من المولوديه لحد ما جه كابتن حسن حمدي وجه كالوتشاي وبدا الاهلي يشارك مره تانية. احكي لي يا كابتن ماهر كواليس اول بطوله كوتوكو، الفوز هنا 3 والتعادل هناك 1-1 كان ليك الدور البطولي. يعني انا فاكر كان مدحت رمضان باك رايت، ايوه، ربيع ياسين باك ليفت، ايوه، ماهر همام، مصطفى يونس، وراكو اكرامي، مختار مختار، ايوه، كان اساسي، محمود الخطيب، مصطفى عبده، مجدي عبد الغني والخطيب. انا قلت الخطيب يمكن ناسي واحد. طارق زيد كان احتياطي ونزل تقريبا. طارق كان احتياطي ونزل. ده الماتش الثاني. على ميهوب. على ميهوب. على ميهوب طبعا. نعم. عايز اقول لك كابتن شوبير ان احنا قعدنا 5 سنين قبل قبل ما ناخد كوتوكو 82 في اخفاقات، وكانت الاسباب انت فاكر كده كان بيبقى في دورات او في دور. لا الاهلي ما كانش حابب يلعب في افريقيا. الديوكوتي ما كانش حابب يلعب في افريقيا. امتحانات والنجوم كلها. وتيجي يجي الماتش المهم في وسط الامتحانات. صح. وبعدين كمان الفرقه كانت تقيله قوي 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 قوي. هارت اوف اوك دي كانت نار. هارت اوف اوك قابل كوتوكو، قابل الجزائر. نعم. خسرت مرة الجزائر مره وارس اوف مره. نعم. سبحان الله. فكانت الامور صعبه جدا. نعم. بالنسبه لنا. لكن عايز اقول لك ان الاحتكاك ده ادانا ثقه. صح. ونضجنا بشكل كبير، وكان واضح قوي ان 82 دي استعدادا ان احنا فعلا تبدا بقى تخش نبدا نخش وحش. كابتن جوهري بيتابع بشكل كبير جدا بصراحه كل حاجه صغيره وكبيره، حتى الفرق كمان. نعم. كان بيحللها بشكل كبير. صحيح. وقدرنا. هو اول من ادخل التحليل بالزبط. للمدربين في مصر كابتن عماد الجار. بالظبط. برافو. نعم. عليك. نعم. فدي طبعا من ضمن المباراه الاولى 3 اهداف 2 للخطيب 1 لعلاء. 2 للخطيب 1 لعلاء. انا نفسي يا نصر تجيب لي الثلاث جوان بالتصوير العادي، لان لحد قريب جدا كنت مقتنع ان الجون الثالث مصطفى عبده او الكابتن مصطفى عبده اوف سايد. اكتشفت انه مصطفى ما كانش اوف سايد خالص. اتفضل يا كابتن. ده جول بقى. ده جول بقى طبعا. الجول. نعم. الجول القاري زي ما بيقولوا. القاري. اتعملت من عندنا. وبعدين ده القضيه سنه 82. ايوه. نعم. وبعدين طبعا هدف من الاهداف طبعا. نعم. كابتن شبير يعني الخطيب رقص فيه. نعم. خطين، خط النص. نعم. ملعب ثم المدافعين. وطبعا عايز اقول لك مختار كمان. مختار كان من ضمن اللعيبه اللي كانت بتساعدنا بشكل كبير جدا. نعم. كابتن شوبير وكابتن مصطفى عبده. ده انا طبعا لسه هقول لك كابتن الحارس الثالث. فرحه الجول خلتنا طبعا احنا مش عارفين نجري فين ونروح فين يعني فرحه كانت كبيره جدا. لكن كانت الفرحه الاولى في المباراه الاولى. نعم. 3 اهداف. 3 اهداف. بصراحه. وحتى كمان كابتن شوبير هم قعدوا يبكوا. مش مصدقين. نعم. ان اول مره في حياتهم يخسروا. نعم. خساره اللي بالشكل ده ب3 اهداف وهم حاولوا كمان في ملعبهم ان هم. نعم. يرجعوا للنتيجه. طبعا عده اسباب احنا شفنا طبعا دخولنا للملعب في اخر دقيقه قبل التسخين واوضه اللبس ما عرفناش نخشها. نعم. وطبعا الضغط اللي كان علينا الجماهير. الماتش ده متسجل بكاميرا واحده في غانا. انا فاكر المصور كان اسمه سمير سالم. وكاب شربيني قطع عليه الصوت. بالظبط. بتتفرج بقى وانت قاعد معزز مكرم. نعم. شاي وقاعد. انت كنت بتلعب على ابو كونيتي راس حرب. ما حصلش حاجه كمان. جميله. حاجه فظيعه. نعم. عايز اقول لك كابتن شبير برضك من ضمن الحاجات اللي صنعت نجوميتي المهاجمين. نعم. اللي لعبت عليهم. ايوه طبعا. جميع المهاجمين اللي لعبت عليهم بصراحه روجيمي حاجه تفرق. ابو كونيتي لعبت عليه. هقول لك كمان كان فورست فرانسيس كان متباع ب 750,000. ايوه حاجه كابتن شبير علمني ازاي المهاجم ازاي امسكه ويفلب جنبه يا ظهره. حاجه وحطتني محطه. يسند عليا وينزل يبطن ويروح طالع ناحيه. نعم. جنني. فطبعا شفت التحركات العالميه. فانا عايز اقول لك ان دي برضك من ضمن الحاجات اللي عملت اسم ماهر همام. نعم. جميع المهاجمين العظام اللي انا لعبت عليهم. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وذكرت احنا كنا حوالي 18 لعيب 19 لعيب بيك دوليين. نعم. دوليين. الصوره اللي موجوده الجماعيه اللي موجوده. نعم. في هذه المباراه دولين في المراحل المختلفه سنية. في مراحل سنيه. نعم. نعم. منتخب اول منتخب اولمبي ومحمد عامر كمان. محمد عامر احد الجنود المجهولين. نعم. فعايز اقول لك ان كانت كلنا
كنا بنساعد بعض بشكل كبير جدا وكلنا نعم. كنا حافظين بعض. عفش رمضان السيد كان موجود بشكل كبير. نعم. كان رمضان افتكر في المباراة الاولى. لكن طبعا بعد تعب ومشقة 5 سنين واخفاقات قدرنا طبعا نفتح بالمفتاح لجميع الاجيال اول بطولة بالنسبة لنا افريقية، وكانت كوتوكو طبعا على ايدين كوتوكو، كانت شرف لينا بشكل كبير جدا. وعايز اقول لك كابتن شبير، لو تفتكر الكابتن جوهري في قبل المباراه دي مرنا في الملعب الفرعي. نعم. ملعب الهوكي. نعم. قال لك الملعب ده زي الارضيه بتاعت مشابه جدا جدا بالملعب. من ضمن الحاجات اللي كابتن جوهري وعظمته ما كانش بيسيب حاجه، كانش بيسيب حاجه، كانش بيفوت حاجه. التوليفه والتركيبه يعني. نعم. حسام بدر لعب المباراه الاولى، حسام البدري ايوه، مدحت رمضان لعب المباراه الثانيه. نعم. ربيع ياسين طبعا في مكان عظيم، ربيع من ضمن مصطفى يونس ونجوميته وكرامي من خلفنا، محمد عامر، طاهر بوزيت، مجد عبد الغني، مصطفى عبده، الخطيب، علاء ميهوب، مختار. لا كل واحد يا كابتن شبير كان له قيمه، حتى البدلاء اللي موجودين على الدكه زي ما قلت لك كلهم كانوا لعيبه دوليين وكان لهم باع كبير جدا ولعيبه عظام، ولما بينزلوا بيغيروا لنا بشكل كبير جدا. نعم. حال خلينا اطلع من افريقيا والنادي الاهلي واروح لمنتخبنا الوطني. يا كابتن ماهر، شايف فرص منتخبنا الوطني؟ الناس عندها حاله من الرضا، مباراه الجزائر والتعادل 1-1 وانت ب 10 لعيبه حوالي 70 دقيقه، الفوز في مباراتي الافتتاح على جيبوتي بسداسيه وعلى سيراليون خارج ملعبك بثنائيه، والمجموعه الى حد ما الحمد لله مقبوله، بس غينيا بسبب عندها 4 بونت وبوركينا فاسو 4 بونت. شايف المجموعة، شايف منتخبنا الدنيا عاملة زي من وجهة نظرك؟ يعني احنا مع مستر فيتوريا واضح قوي بنتنقل عن السنوات اللي قبل كده او القيادات اللي قبل كده، واضح ان في يعني الراجل عنده شفافية وعدالة وبياخد اللعيبة المميزة. عدالة. نعم. بياخد اللعيبة المميزة اللي موجودة في الدوري الممتاز، شفنا افراد كثيرة جدا دخلت لتشكيلة المنتخب القومي. نعم. يعني عنده جيل. طب هو النصر جاب لنا الجون اهو الثالث تاني. محمد عامر هي بقى بتتلعب للكابتن مصطفى عبده. مصطفى عبده بس هي اتلعبت للاسف. اتلعبت هو لو بص لو الناس خدتها فيها شك. لا ما فيهاش، لانه ما فيهاش في لعيب مغطي وهي مصطفى، كابتن مصطفى قطع بعدها سبحان الله. فاتفضل يا كابتن. وكابتن مصطفى بيروح ناحيه الشمال يعني الشمال من الحاجات الفظيعه المميز من خلالها. على مايوب طبعا كريستاين صعب جدا جدا، لعيب وحش على هدف من الاهداف القاتله يعني. نعم.